مع بسط مغرب السبت جناح ظلام الليل، كان سوق الاثنين بمحافظة الجوف على موعد صفقة تبادل أسرى حرب بين جماعة الحوثي وصالح من جهة والمقاومة والجيش من جهة أخرى. الأسرى الذين وصلت مدة أسر جلهم إلى عام ونصف العام والبقية ما بين 8 أشهر وحتى العام، تم الإفراج عنهم عبر لجنة وصادة شكلت من شيخين قبليين من أبناء محافظة الجوف. ارتضى بها الطرفان ليتم التبادل عبرهما بيسر لعدد 15 عنصر من ميليشيا الحوثي ومثلهم من أبناء المقاومة والجيش. تم أسرهم جميعا في جبهات متعددة في مأرب والجوف ونهم، وجميع الأسرى من محافظة عمران. اليوم الحمد لله تم الإفراج عن أسرى ومختطفين محافظة عمران لتبادل بين المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية. فكنت بين اللجنة التي دخلت التبادل، فتم التبادل على مرحلتين. المرحلة الأولى 7 أفراد في 7 أفراد وساطة قبلية من مشايخ وعيان وجهاء قبيلة الجوف. ولأن لأسر الحروب قانون سماوي يحمي لهم حق الكرامة وحسن المعاملة، فقد وجد هذا القانون له مكانة في مهد الإيمان والحكمة، وشق له طريق السرور والتآلف إلى قلوب كل الأهل والمحبين، متجاهلا كل أصناف اللوم ومتجنبا طريق الخصومة والكراهية. محمد حسين جعمان، قال عندك المقاومة أسرنا سعفونا وعالجونا وذا معاملة دخلونا معك عاملونا معاملة أخوية. فرحة غمرت قلوب الكثير بسبب الإفراج عن قرابة 30 أسيرا من مآتي الأسرى الذين لا يزالون تحت الأسر، فكيف بالفرحة لو تم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين؟ وكيف ستعمر القلوب وتحيي الأفئدة لو أفرج عن وطن أسير في زنزانة المصير المجهول ونفضت عنه غبار الضبابية المطنكة؟